اليوم كيف ما شفتوا كان عندنا واحد الشكل نضالي نسائي في الناظور للتنديد بالاعتقالات السياسية التي طالت مجموعة من الأحرار والحرائر والممارسات لا إنسانية والقرارات اللا إنسانية التي اتخذت في حقهم وفي حقهن، وعلى قائمة لائحة المعتقلين أشير إلى الحرة الأبية سيليا الزياني. بصدد هذا الشكل جئنا على أساس نديروا وقفة ومنها نخرجوا في مسيرة، إلا أنه شروط الساحة لم تكن تسمح بذلك، ففضلنا أن نجسد موقفنا بشكل احتجاجي عبارة عن وقفة، وتعرضنا لبعض الاستفزازات من قبل المخزن تتمثل في بعض المحاولات لإقناعنا برفع الشكل منذ البداية، لكن وعموما ولله الحمد الأخوات كنا صامدات واستمرنا إلى أن أنهينا الشكل وجسدنا موقفنا وعبرنا عنه.